معه وتقرر فيه يكون اليوم النهائي لإنجاز وتحقيق إفراغ عائلة ميغري بطريقة قانونية وبطريقة كانت جد سليمة في كل مساطرها. دامت 13 سنة قبل من أكيد بدأت 13 سنة، ولكن أنا بديت تقريبا في الملف هذه سنتين. أتمت على مرتكزات قانونية جدا، ممكن ترجعوا للملف دائما محقكم. حاجة المتقاضي في محله لأنه لا يملك محلا أو سكنا آخر. الأمن لم تكن أي خروقات بالأول من 12 شهر واحد، أول ما كان تعين الملف الإفراغ لم تكن هناك خروقات، كانت عملية الإفراغ تمت بشكل قانوني محض بحضور عون التنفيذ وبحضور رجال الأمن. بالفعل دفاع عائلة ميغري سلك مساطر معينة يمكن يسلكها أي واحد في محله، كنت نسلكها أنا كذلك لو كنت تنوب على العائلة ميغري. سلكوا مسطرة الصعوبة القانونية والواقعية، سلكوا مسطرة بطلان عقد البيع الذي تحوزه موكلتي على أساس أن البيع لم يكن مباحا ولا قانونية إبان شراء موكلتي لبيتها. جاوبنا واستجابت المحكمة لنا البارح وتم رفض كل دفعاتهم. على الأساس اليوم كانت البشرة أنه تم الإفراغ بشكل قانوني. بلا كان ما شاء الله عليهم، قلتها في حوا ديال الدخله ديالي امام المحكمه ان عائله ميغري عائله شريفه وغادي تبك الناس المفاتيح بروح رياضيه. وبالفعل هذا ما تم، ان ملي تخبرت مع مامور التنفيذ قال لي بان وجدوا مفاتيح البيت لدى جار عائله ميغري، بمعنى انه كان تنفيذ الملف بروح رياضيه. عائله ميغري فعلا دايره مساطر اخرى، ماشي على اساس ان بنتها عندها محلات، اساس انها باغا تستافد ربما من التعويض، دايره مسطره التعويض ومسطره بطلان عقد البيع. هذا مازال المحكمه تثبت في هذا الموضوع، مع العلم ان هذه المساطر كان خصها تسلك اثناء سريان المسطره هذه 13 سنه، بمعنى ان موكله ديالي محفظه الملك ديالها ومسجل في، ماشي في غيبة عن المحافظ، ماشي في غيبة عن الموثق، بيع قانوني جدا بتاتا. أنا أقوم بواجبي كدفاع ولن أشعر ولن أحس بأريحية وأنا في ملف مثل هذا. أنا قمت بواجبي كدفاع وتبقى ناس تشعر بالآخر وتنشاطرهم ألمهم، ولكن لم أقم إلا بالدفاع. عائلة ميغري أدت كل واجباتها الكرائية بنظام وانتظام. غياب عن الإعلام بغض النظر على المرض اللي قلتي أنه لا، حالا الحمد لله تشافات وفترة نقاها وتتأدي العطلة ديالها في مكان معين، ولكن ثقتها في دفاعها هي التي جعلت دفاعها يقوم بما يمكن أن تقوم به كمعنية بالأمر. أنا بعفوية ممكن أن أتواصل معها دابا هاتفيا، ولكن غادي يطلب شوية الوقت. ممكن أستاذ حمزة تجيب لي التليفون نتواصل معها؟ ما عنديش مشكلة. ليلى جو سوي افيك سيغ بارلور. الله يطول لي عمرك. بون إيكود كومون؟ داكور. الله يخليك، بغاو يشوفوا طون امبرسيون أبخي لا ريوسيت. نو مي إيكود، فوزيت سيغ هو بارلور دونك أون ديريكت. أه فازي. الحق على الجميع. الحمد لله وبإذن الله رجعت لداري. سي سكو جو روسون اوجوردي. الحمد لله والشكر لله وهادشي اللي عندنا كل. شكرا للجميع. شنو انت هذا النهار بالنسبه لك استاذ؟ ما سمعتكمش. قول لي اشي مثل هذا النهار بالنسبه لك؟ اشي مثل لك هذا النهار؟ كيسكو سا روبريزونت سو جور سي سو جور لا؟ سو جور لا سا روبريزونت de retrouver d'enfin avoir ma maison et que le droit est respecté. Alhamdoulillah. الرسالة اللي توجي باختصار ليلى. شوف باختصار ليلى الرسالة اللي توصلي.
عندي رسالة الحمد لله وبإذن الله غنرجع. صافي شكرا شكرا ليلى مع السلامة. شكرا لك. أكيد بحال كل أي نجاح ملي تتنجح في ملف تكون تتنو فيه، أولا أنا هنا كنت دائما واثقة من نزاهة القضاء وبأن ميزان العدالة لن يختل ولن يزل ولن يعتل ما دامت هيئة الدفاع وهيئة القضاء تقع وتضع ميزان المتخاصمين في نفس الكفة في غيبة عن زيد أو عمر. إذا ملي تكون هاد الفكرة في دماغك مع الشيشة، إذا ما عمرك ما تتفاجئ سواء ربحت أو خسرت الملف، لأن ما يمكن لناش دائما نربحوا ملفاتنا، ولكن تنديروا المجهود المحامي والدفاع بالمجهود وبأداء أمانته بصدق ونزاهة. والحمد لله الحق هنا كان الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا أقل ولا أكثر. أكيد أنا تنأكد بأن عائلة ميغري الرابطة الوجدانية بهذا المحل أتفهمها، ولكن بالنسبة واش غادي تشردوا، أنا تنظنش غادي تشرد هذه العائلة، لأن ما شاء الله عليها عندها كبرياءها، عندها مسكنها، إذا لم تكن عرضة للضياع. أنا تعاطفت معها نسبيا من الجانب الوجداني، مع العلم أنني أؤاخذ وحدة من العائلات أنها أكدت أنني كنت أغالط، لم تكن أي مغالطات في التبريرات اللي أعطيت ولا في الأشياء اللي أعطيت للصحافة، كانت كلها صادقة 100%. كل نجاح أسبابه، وهذا ما تعنيش أنني تقول بأن زملائي لم يدلوا بدلوهم كذلك في هذا المجال، ولكن ربما لنقطة معينة اختلت فاختلت موازين الملف سابقا لا أقل ولا أكثر. آخر كلمة ممكن نقولها لما كانش الزملاء شيء سؤال آخر. كنا نشوفوا الموكلة ديالك في مدوى صحفية. في يوم من الأيام في نفس البيت الذي كان محور هذه الرجة والضجة، وسوف تكونون من أول المدعوين إن شاء الله.